الثانوية هذه من أكبر الثانويات على مستوى الولاية، واللي تحتوي تقريبا على 1700 تلميذ، وهي راهي لها نقص من حيث التأطير، سواء البيداغوجي أو الأمني أو الإداري. خاصة هذه الثانوية الآن راهي لحد الآن ناظر الثانوية غير موجود بها، والمراقبين سوى 4 مراقبين أو 5 فقط، بالإضافة للناحية الأمنية. هذه الثانوية شوية مجبودة على المدينة، معزولة على المدينة، بحيث احنا نشوفوا يوميا نشوفوا المتسكعين وغرباء يدخلوا حتى النص الثانوية، يدخلوا حتى النص الثانوية. وحادثة وقعت قبل يوم أمس، أن غريب دخل للثانوية واعتدى على مدير المؤسسة. نزيد نضيف، رانا عقدنا مع الأساتذة وممثلين من مديريس التربية وأمين العام الدائرة ورئيس البلدية حوالي تقريب شهر منذ الآن، وعطينا لهم وقدمنا لهم طلبات، وراهي هذه الطلبات هذه كامله راهي عندنا بمحضر، درنا محضر اتفاق بيننا وبين الاساتذه. حنايا في حاله عدم تلبيه هذه الطلبات رانا نوقف ولادنا، ما نبعثهمش يقراوا. ما نبعث انا بني هنا، نبعث بني هنايا وما يقراش. انت احنا نشوف انتظر الشيخ. أو عندنا مطلب 11 فوج تربوي متنقل الآن، ما يقراوش ولادنا، مقعدين يتنقلوا من بلاصة لبلاصة. كيف في حالة هذه عدم تلبية هذه الطالب، رانا ولادنا احنا كأولياء كاملين نجيو هنا ما نخليهمش يدخلوا يقراوا. طاقم البيداغوجي نتاع من أساتذة خاصة يراه يعاني في هذه الثانوية معاناة تامة من ناس خارجيين يجيو يتعداو على الأساتذة وعلى التلاميذ. نتعانيو من الضغط نتاع الاكتضاض، نعانيو من الضغط نتاع الاكتضاض الثانوية اللي هي في الحقيقة ثانويتين في ثانوية واحدة. نعانيو كذلك من نقص التأطير، أصبح الأستاذ يخدم أستاذ ويخدم مراقب ويخدم بواب ويخدم ناظر ويخدم كل الأعمال. أصبح الأستاذ ما يقدرش يخدم ويقدم الواجب نتاعو اللي هو الدرس نتاعو، يعني من الضغط الداخلي داخل القسم من الاكتضاض تاع 42 و45 تلميذ، ويعاني من الضغط في كما يقولوا الأروقة، ويعاني من الضغط داخل على أبواب المؤسسة. شو الضغوطات تعرض عليه هذا الطاقم البيداغوجي ما قادرش يخدم. ملي قلت لك خارجي، وكاين قلت لك الضغط يتعرض له الاستاذ، قلت لك على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي داخل القسم من الاكتضاض، ويعاني كذلك من الضغط تاع الاروقه. السبب المباشر والقطره التي افاضت الكاس هي الاعتداء بالامس على تلميذه ومراقب وعلى مدير، والناس كل تعرضت للخطر من طرف سكير، والسكيرين هادو راهم موجودين في الثانويه يوم كما يقولوا صباح مساء. لا يمكن أبدا للأستاذ في ظل هذه الظروف أن يؤدي رسالته أبدا. الظروف الحالية التي يعيشها الأستاذ تمنعه من أداء واجبه التربوي حتى التأديب والأخلاقي. لما كانت الثانوية تعيش استقرار كنا من بين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا، ولكن مع الأسف حاليا رانا نمثل الأدوار الأخيرة. ما السبب يا ترى؟ الأسباب كثيرة ومتعددة، ولا أظن أن مدير التربية تجهل ذلك، لأننا ما فاتئنا وأكثر من مرة بل أكثر من 1000 مرة قلنا
وكتبنا وطلبنا ولكن لا حياة لمن تنادي. المشاكل الأساسية التي يعاني منها الثانويتنا على وجه الخصوص نقص التأطير واحد، الاكتضاض اثنين، ولعلمكم أن 11 قسم متنقل، الأمن ثالثا الداخلي والخارجي. الأمن الداخلي هذا ال 11 قسم هادو يعني متنقلين، وهذا يجعل المؤسسة على مدار الساعات حركة وفوضى دائبة داخل الأروقة أو في الم أو في الـ في الـ في الساحة. مشاكل تاعنا متعددة. أول مشكلة هي ثانوية كبيرة بزاف. ثاني مشكلة المراقبين ما يكفيوش. ثالث مشكلة الأمن ما كاش. سما أي واحد يدخل هنايا سما قادر يدير حاجة ويخرج كيما كاين تلاميذ برا والداخل، كاين برا والداخل. الثانوية في حالة الحجرات الإنارة ما فيهاش، كاين الحجرات ما فيهاش الإنارة. الصبورة ما كاش، الصبورة مكسرة مكسرين. الكراسي نقص، عينا نص ساعة كاملة، ساعة غير ربع وحنا نحوسوا على الكراسي ما كاش. بالإضافة للمشاكل اللي هضروها الزملاء واللي هضرها الطالب، أنا كأستاذة ماذا بيا يحطوا لنا حلول للمشاكل تاع الطلبة. أول حاجة في نقص الطاقم تاع الإداري، مراقبين ما كانش، قلت المراقبين إلى آخره. وثاني حاجة الحجرات، حتى في الريدوات أنا مثلا كأستاذة علوم ما نقدرش نقدم لهم بالدطاش، وماذا بيا نقدم لهم بالدطاش والريدوات ما كانش. كل ما ندخل الحجرة دائما تأخير، وعلاش التأخير؟ باسكو الطالب أنا نجيب كرسي، أنا نجيب طاولة ما كانش. هذا كأستاذة. أما كفتاة أنا صرت نقري ونخاف على روحي، مادام صرى اعتداء قادرة أنا تاني ولا أي فتاة ولا أي أستاذ أخرى يصرى الاعتداء هذا عليها كما صرى على الفتاة أو الطالبة. استسمح لنفسي لأعبر عن تدمري وسخطي للوضعية الكارثية التي آلت إليها ثانوية سنيكر بوخميس والمتمثلة في الفوضى واللامبالاة. وكمساعد تربوي أمثل المساعدين التربويين، نحن في 6 مساعدين تربويين نؤطر 1700 تلميذ، والتشريع المدرسي يحط على من المفروض المساعد التربوي عنده 180 تلميذ حتى 240 تلميذ حتى حسب القانون 137 في التشريع المدرسي اللي نص عليه القانون، وهذا لا يشرفنا. اول حاجه نطلب تدعيم المساعدين التربويين، نطلب من الوزاره فتح مناصب في اقرب الاجال كمطلب اول، ونطلب كذلك من الوزاره في فتح ثانويه الى ثانويه اخرى لتملوس، لان عدد السكان تاع تملوس ما يسمحش باش يستوعب ويستقبل عدد الهائل بهذه الكيفيه. الحاجه اضافه الى ذلك اطلب بفتح منصب لناظر ثانويه، كما يعلم الجميع ثانويه سنيكر بوخميس يسيرها مساعد تربوي في مكان الناظر منذ بدايه الدخول المدرسي الى يومنا هذا. والنقطة الأساسية يعني التي أقلقتنا كثيرا بما فيها نحن والزملاء الأساتذة والتلاميذ هي الأمن، غير موجود الأمن. نطالب بالأمن في أقرب وقت، وتدعيم المؤسسة برجال الأمن